حركات بسيطة لتنشيط الجهاز التنفسي والرئتين، وتناموا على ظهركم بالطريقة هذه، اللي راسكم يكون منخفض لوراء للوراء، الراس يكون للوراء، ويكون في عندي جبت لعضلات العمود الفقري ومنطقة البطن بالطريقة هذه. في هاي الحالة أنا واضع الرئتين في وضعية انسيابية باتجاه الجاذبية، وهذا بيسرع من عملية التمثيل الغازي وإزالة كل الشوائب في الوضعية هذه، بشد عضلات البطن وعضلات الحجاب الحاجز، بيعمل عملية جبد، بيوسع الرئتين تقريبا أكثر من 30% من الوضعية العادية وإحنا واقفين وحنين حنا لقدام، بنشط كل العضلات هذه وكل التروية الدموية للمنطقة هذه ومنطقة الرقم ومنطقة الدماغ، وبدنا نزيد فاعلية التمرين هذا، بس بنرفع ايدينا لورا، ناخذ شهيق وبنخلي ايدينا يلمسوا الارض بشهيق لمدة 10 ثواني، وزفير بإعادة الايدين لوضعهم الطبيعي، واحنا قاعدين لعملية التنظيف الرئتين بشكل اكبر. بتظلنا في الوضعية هذه مع أخذ شهيق وزفير، وبنحط إيدينا على القفص الصدري وشوي شوي حركات ضغط مع التنفس، لما نتنفس بدنا نضغط، ولما نطلع الزفير لما نتنفس بدنا نفتح، ولما نطلع الهواء بدنا نضغط في حركات بسيطة مع حركة التنفس. تحت وللطبقات السفلية، وسط وسفلي. فإحنا من نبلش شوي شوي في الحركة هذه والترطبات هذه بالطريقة هذه، من الأسفل لا منطقة الزور بالطريقة هذه شوي شوي. احنا بدنا نعمل حركات هذه 5 دقائق 10 دقائق، نضلنا نعملها على مناطق القفص الصدري، ونبلش من منطقة البطنية وبنطلع شوي شوي، وبنضلنا نكمل في المنطقة هذه، بنرفع ايد واحد لفوق بالطريقة هذه، وبنعمل تحت الأباط هاي المناطق الجانبية من الرئتين تحت الأباط لحد المنطقة هذه، واهتزازات بسيطة لمدة 5 دقائق 10 دقائق، إذا بدكم تعملوا راحة شوي دقيقة دقيقتين، للجهة الثانية نفس الشيء. هذا كويس كتير لأي واحد عنده مشكلة في العمود الفقري، عنده انزلاق غضروفي، عنده مشاكل آلام بينزلوا على الكتاف، وجع راس، خضران، دوخة، طنين أذن، هذا كويس لأنه بغذي الدورة الدماغ، لأنه بيوسع كل المناطق اللي موجودة في منطقة الرقبة في الاتجاه اللي للخلف، بشد العضلات، بيزبط القامة عنا وبرفع راسنا لقدام. بظن في الوضعية هذه دقيقة دقيقتين، في الوضعية هذه ممكن أحرك راسي على الشمال، أحرك راسي على اليمين، أرد أنزل لتحت، أرفع إيدي شهيق طبعا بعدها بدنا نعمل عملية القحة الكافين، اللي هو بأفضل شيء يكون في وضعية الجلوس طبعا، ونحن ناسنا مع الكحات المتتالية اللي نشيل هالبلغم هاد بعد عملية الإثارة اللي عملناها بالطريقة هذه اللي أشالت
وبشكل كبير، وهي الوضعيات هذه للأسفل. أي واحد لازم يعمل الحركات هذه للحفاظ على الرئتين والتنفس والأكسجين، إنه يدخل بشكل صح وما ينزل عنا الأكسجين، لأنه زي ما احنا شايفين هلأ أهم شيء إن نخلي المنطقة هذه شغالة 100%، اللي هي الخط الأول في عملية الدفاع عن الجسم كله. إن نعمل لحالنا قرني هيك في البيت، هيك هيك ما احنا قاعدين هلا القاعدة على الأرض في وضعيات مختلفة هي تمارين. يعني أنا هلا 5 دقيقتين وأنا قاعد في الوضعيات، شو صار؟ صار في عندي ستريتشنج للعضلات هذه، ستريتشنج وحركة في العمود الفقري في الاتجاه هذا، وستريتشنج للعضلات هاي وتقوي لعضلات الرأس وعضلات العمود الفقري، وأنا قاعد وبتخرف يعني في البيت مع أهلي معكم مع أي حدا تاني. فإذا واحد متعود يظلوا قاعد هيك بصير في عنده آلام هون، بصير في عنده آلام في كتفه، في آلام في المنطقة هذه. أنا إذا بدي أستغل الحركات هذه ولين بلين بنقل المخدات للجهة الثانية فقط. ففي هاي الحالة أنا بعمل توازن، بلين مش بس قاعد وعامل وضعيات سيئة على العمود الفقري، لا أنا هيك بعمل وضعيات كويسة وتمارين. هاي تمارين، يعني لما أنا أقعد 5 دقائق وأنا أتخرف وأحكي وكذا، هاي تمارين للجهة الثانية. طيب ماشي، هاي إذن مرنا جهتين وإحنا قاعدين، كيف بدنا نمرن الجهة أهم جهة في العمود الفقري اللي إحنا للخلف وإحنا قاعدين؟ نفس الشيء، بنبلش في التربيعة. التربيع اللي هي حركات لتنشيط العضلات هذه كلها وعمل تليني وجبد عضلات البطن والقفص الصدري بطريقة صح. يعني هاي القاعدة لمدة 5 دقائق لمدة 10 دقائق هي قاعدة التربيع، بس هي تمارين، هاي تمارين اليوغا اللي بسموها يوغا، اللي هي عملية استرخاء شهيق وزفير. فتصوروا حالكم قاعدين بالوضعية هذه وحاطين ايديكم على هيك بالطريقة هاي، انتو قاعدين بتعملوا شد، قاعدين بتفتحوا بالجهاز التنفسي وقاعدين بتحكوا وبتخرفوا. يعني هاي تمارين تنفسية كمان، انا لما احكي معكم وبصوتي هاد بدي قوة، بدي عضلات، بدي هوا يطلع عشان يطلع الصوت، فانا بتعب. وانا هاي لإلي تمارين تنفسية، وانا قاعد في الوضعية هذه بغير من وضعية اجرية، بمد اجر بالطريقة هذه وبكمل القاعدة بالطريقة هذه. هاي كمان تمارين، هاي كمان علاجية. واذا صرت بدي اجيب القهوة، بدي اجيب الشاي، هاي قاعد انا بعمل استريتش، انا قاعد بحرك العمود الفقري، برد بغير اجري الثانية بالوضعية هذه وبكمل الحديث، بكمل الشغل على الارض في شغلات معينة وبساعد حالي. بدي اريح شوي، برد بغير الوضعية، باجي بحط المخدات هيك من قدام بالوضعيات هذه، اللي كل 5 دقائق اغير الوضعية لوضعية تانية، بحط المخدات زي هيك وبرجع لورا وبنام على بطني وبكمل الخراف والحديث بالوضعية هذه. طبعا هينا بنتحدث، هينا قاعدين، هينا بنتنفس، انا واضع في وضعية انحناء للخلف اللي هي الوضعية العلاجية الاولى، اللي اذا حدا عنده انزلاقات، اذا حدا عنده ديسكات، اذا حدا عنده عرق نساء، اذا الالم بنزل على جريك، احنا بنقول هاي الوضعية هي الاساس. انا لما اقعد في الوضعية هذه وهيني بخرف وبحكي وبستغل الوضعية هذه، ما هيك هيك انا مضيع وقتي، فبتمرن وبعمل بالمناسبة بعمل حركات هيك لفوق وبرد أكمل الحديث بالوضعية هذه. يعني هاي الوضعيات، تغيير الوضعيات على الأرض إلك الحلية الكاملة. يعني أنت قاعد بتغير من وضعيات الضغط على العمود الفقري، تعبت شوي بتروح بتجعس بالطريقة هذه، بتريح شوي بالطريقة هذه، بتنشط عضلات بطنك شوي، بتنشط عضلات صدرك، بتخفف شوي الضغط على العمود الفقري، تعبت بترد بترفع جريك بالطريقة هذه، بتقعد شوية 5 دقائق في الوضعية هذه وانت مرتاح، بتعمل شوية شغل على الكمبيوتر كذا، بتحط لك شيء هيك قدامك وبتحط وبطريقة كويسة وانت قاعد
وانت رافع راسك بتقوم بالمهام. وبالمناسبة أنا قاعد شوفوا كديش تمارين سويت في خلال هالحلقة هذه، وأنا بس قاعد وبغير من وضعياتي كل شوي، وضعية كل شوي، تمرين كل شوي، وضعيات معينة بتشد مفاصل تانية. وبنفس الوقت أنا بستغل هالكعدات هذه وبمرن جري، بمرن حالي، مش أظلني محصور في كرسي في كعدي في وضعية معينة في زاوية معينة، لا بقدر أروح ولا بقدر أميل ولا بقدر أمد جري. ومن هون بيجي عندنا مشاكل المفاصل، ومن هون تيجي عندنا مشاكل الدوالي، ومن هون بيجي عندنا مشاكل الاحتقانات في الرجلين والسويلينج، ومن هون بيجي عندنا عرق نسا، وبتيجي عندنا آلام العمود الفقري، ومن هون بتيجي عندنا المشاكل الكبير اللي موجودة في الجهاز الهضمي، عصر في الهضم، مشاكل في الإخراج، كولون عصبي. رجعنا على الأرض شوي وخدنا راحتنا بأواعي مريحة طبعا، مش قميص وبنطلون، أفضل شيء هيك دشداشة اللي جسمك كله يرتاح. خذ وضعية اللي بدك إياها، غير الوضعيات، ضلك إشي على اليمين إشي على الشمال إشي لورا، اجعص بالطريقة هاي زي ما بدك، المهم يكون في تغيير في الوضعيات وما تظلوا في وضعية واحدة أكثر من ربع ساعة أو نص ساعة، لأنه هون الخطورة بتصير على المفاصل وعلى العمود الفقري وعلى العضلات وعلى كل شيء جسمنا مع الوضعيات الثابتة. فبدنا حركة، بدنا بركة، وإحنا قاعدين هيك هيك قاعدين نستغل القعدة، نستغلها بطريقة وضعيات مختلفة، وهي حتكون هذه وضعيات علاجية. نتمنى لكم الصحة والعافية.